ينهال بأجمل الألوان بيضل مرج محبتك زاهر. حملت الصبر كل العمر عنوان عظروفك وعجرحك القاهر. يسوع قدس مهنة الطب، مار شربل قدس مهنة الجراحة. جراح ومش طبيب، جرح بقدرة الله من الفالج عالج، وجرح عمليته بخيطانه ما تسكر، وعلم بعلامة فيها طبيب السما تصرف. شربل مخلوف يكون لابس ثوب طبيب، يعني اليوم شربل مخلوف قام بعمل جراحي، عمل طبي، عمل ناس بتدرس طب 12 و13 و14 سنة تتعمل عمل جراحي، عم بيعمل عمل جراحي. نحن ما عنا تفسير له طبيا ولا جراحيا. جرح بنز 6 ايام، بعد 7 ايام بعد فك القطب بكب دم، هذا جرح ما لحم من الاساس. عادة بس يتقطب الجراح بيلحم وخلص وبينشف الدم، والحيل انه فكوا القطب وبقي الدم شبه نزيف، يعني ما ينزل منها الدم. يعني كمية الدم يلي خسرتها اكيد سيغنيفيكنت لمرة كبيرة بالعمر يصير معها فقر دم. الجرحة 325 مرة من 27 سنة، اليوم عم يفتح ويسكي وتكب دم وتخسر دم على أقل 325 مرة، عم ينكي بأقل تقدير، ما عنده فقر دم. شرب البعث للعالم شهادات، لما عقبره الواقع استكشف، دمه بقي ينضح مع الزيتات، من تخايره عملوا ألف شرشف. وتنضل منك ناخد البركات، ودم الطهر فينا ما يتقشف، عقبر شربل نشفوا الدمات، ولليوم جرحك بعد ما نشف. الجرح كله على بعضه علامة تدخل إلهي، يعني كله من شكله، من موقعه، من طريقة عملته. أكبر جراح شريين، أكبر جراح دماغ، حطوا قدام فاج عمره 12 يوم ما في يعمل عمل جراحي يخلي مرة تقوم من التخت. أنا لمن عمل عملية مر شربل ساعة يقولوا عم تحك رقبتي، عم يطلع دم، الحكمة بزيتون ما إيمانوا. مر شربل اليوم طبيب بكل معنى الكلمة، طبيب. بيجي شربل مخلوف بركعك، بركعنا وبذكرنا قديش نحن صغار، قديش قد ما المعرفة تبعنا كبرت قدي مضطرين تنكفي، مضطرين نكفي ركعين، ما فيها نكفي الطريق ولا فيها نلاص نطلوع. في شيء غريب بالجرح، انه لما نحن نعمل جرح عمل جراحي، الجرح بنجرح من ميل لميل وخلصت. ست نهازة بنطلع بنشوف في جرح اساسي، بس بنحس في جروحات بارلل لها، شي ثلاثة جروحات بارلل للجرح الاساسي صغار، ما بعرف شو هن، ما بعرف كيف اجوا، شو عم بيعملوا هون، ما عندي اي فكرة. بعدين لما الجرح يفتح ما عم يفتح لطبقات غميقة، عم يفتح طبقات سطحية بالجلد بس كافية لحتى تنز، لحتى تطلع دم. شفناها من بعد العجوب الدم شالي على رقبتها، لأنه الدم اللي نزل منها دم كتير مش أنه نقطة ونقطتين، كان في الدم من هون شالي على رقبتها، من هالميلة ومن هالميلة، من هون بهالطريقة من هون شالي كتير على رقبتها، والجرح كان مبين أنه في جرح، أنه في جرح واضح، في عمل جراحي واضح، في خيطان جراحية واضحة استعملت. عادة لما بينعمل عملية وبيتقطب الجرح وبينزلوا القطب، يعني الجرح صح وختم، بس الجرح بعده كل 22 بيفتح مع استمرارية انه تخيط الجرح تقطب. بس نهاد صحتها منيحة، يعني ما عندها مشكلة طبية بتفسر، ما عندها اي شيء بجسمها بيفسر ليه الجرح بده يفتح لحاله بعد 7 ايام ويجي يلحم فجأة، يعني هذا الغريب. ومرة بالشهر مدة 27 سنة 325 مرة أقل له الجرح يفتح لحاله بنهار معين، وكل 21 أو 22
ورجع يسكر. ما في تفسير، يعني ما في تفسير علمي للشيء اللي عم بيصير. كل القصص الطبيه بالطب اليوم نعرفها انه سبونتانيوس ووند يفتح، يعني الجرح لحاله يفتح، ما بتطبق على ست مهات، يعني ما بتطبق. جرح غريب عجيب. وحتى الله يرحمه من القديس البسيط هو نمخيل المغيمس قال له يا عمي هالعليمه منها لأليك، وما اخذوها بالاول بعين الاعتبار، رجع اكد لمرشاب العليمه مش لأليك. انا بتصور الناس بدهم يشوفوا، واللمس بالنسبه للناس امر حلو. هلا نحن بننكت على توما القديس انه بده يحط اصبعه بالجرح، بس كمان بالوقت ذاته حقه عقله انه يحط اصبعه. بقى نحن كمان في كتير ناس بحبوا يحطوا اصبعهم، بقى ما بيجوز نحن منا ما نعمل هالدراسات هيدي وما نعرضها. توما بجرح يسوع شك وخان، رغم القيامة ونور هالباهر، وعلى الجرح مرق اصبعه من شان يصير بعجيبة ربنا يجاهر. ونحنا عكس توما بأرض لبنان، كان الفعل قدامنا ظاهر، بأعجوبتك عنا ثقة وإيمان لو ما لمسنا جرحك الطاهر. وإذا الجرح يلي بيجرحه الطبيب بيحمل الوجع والأنين، جرح اللي بإيد الله مش قصاص ولا عذاب، هو لمسة شفا بينيل المريض بكل سكون وهدوء. ولكن داخل هالهدوء بركان من الأحاسيس والفرح بشفاء روحي قبل جسدي. أنا حسيت شيء مديد وعرقبتي، حسيت بالعروق عم تتكمش، مش بالجرح ما حسيت. مرشاب العمل العملية خليت مرة عندها فيج تقوم تمشي، يعني عملية غميقة مفروض تكون. نحن لما كنت أنا جراح بتقول وين مش رح وجعك، يعني أنا بنجو، أنا أعطيه بنج موضع على القليل حتى ما حتى قدر اقول له انا كجراح انه ما رح وجعك. مرشاب قال لا انا ما رح وجعك، يعني هو جراح، هو حكيم التخدير بوقت ذاته. ما عندي تفسير لشيء. الجرح مفروض يوجع كثير، عمليه مفروض توجع كثير. الجرح ما جاي يفتح مره واثنين وثلاثه و300 و325 مره، مفروض تنوجع حيالله جرح. بعدين ما انه الجرح الجلدي تمسحت، يعني سمكت وصلت مثل كرتون ما بتتحرك حتى تبطل تحس، بعدها جلدة طرية يعني بتحس فيها، ما انه جلدة فادت الحساس. الجرح بيفتح 300-400 مرة بلا ما تنوجع، هيدي ظاهرة اكيد. ما بحس بالجرح ولا بحس بشي، بس بحس بالسخن على رقبتي بس. انا وقف اليوم قدام عمل جراحي صار من 27 سنة لجرح هالقد غريب عجائبي. خيطان لا تستعمل بالجراحة اليوم، هذا برهان أكتر أنه في إيد خفية إلهية من خلال إيد مارشاربيل عملت العملية لست مهات. قال لي أتخافي، أنا عملت لك عملية. رجع لي أنا عملت لك عملية. الخيطان ثلاثة اللي مسار خيطان استعملت بعملية ست مهات ما بيشبه ولا أي خيط جراحي أنا شغل فيه بحياتي. بعد 27 سنة بدون ما يفسر الطب أبعادها الظاهرة، خيطان انضبط فترة طويلة بخزانات الدوائر الروحية وخزانات البيوت، لتعود اليوم إلى العلن تكشف أسرار جديدة بظاهرة عصيت على الطب والعلم. مارشاربيل استعمل خيط ما بنستعمله بالجراحة اليوم، يعني كان دارج من 70 سنة ومن 100 سنة ومن 90 سنة، بس اليوم بطل حدا يستعمله. الأطباء مش عم يستعملوا بقى هذا الخيطان، هالنوع من الخيطان. هذا بيدل أنه أكيد في إيد الله بالموضوع. وبعدين حتى الخيط اللي قطب فيه ما قطب لحتى يوقف لجرحة، لأنه أصلاً جرحة بقي، بس أنه حطه مثل علامة أنه أنا قطبت بخيطان أنتوا يا أطباء مش عم تستعملون، حتى نقلكن يا جماعة أنا عملت بشغلي غير طبيعي فوق الطبيعة، تفضلوا شوفوا وتأكدوا. الخيطان يلي ما شاب استعملهم بعملية ست مهات حصلنا على قسم منهم، يعني أنا حصلت على 3 عينات من 3 غرز. في الغرز او القطب يلي انفكت لحالها بعد 7 ايام وصارت الخيطان تطلع ويصرخوا، بتعرفي نواهلة العيلة هون هالصالون كله، يعني شعب ما بينحصى من العالم. كنت قاعدة انا وياها على الكنبايه، حد منا بتطلع فيا هيك لانه هاد برمي وجهك تشوف هيك، يطفي شعره هون شعره هون شعره هون شعره هون كمان بتاني ميله، نهار برمي تشوف نتفه صغيره هيك، يعني في شعر برقبتها. 7 خيطان، 4 ميلة اليمين و3 ميلة الشمال. بعد 7 ايام
كنا قاعدين صرنا نقشع برقبتها شيء مثل الشعرة، خفيف صغير هيك مثل الشعرة، صار يكبر نتفة ورا نتفة مثل شعرة عم تكبر، أدخن يعني من الشعرة شوي. حاولوا كتير يشيلوها، يقدروا يشيلوها، ما كانت تطلع معهم. أنا ما حس، بس اللي قبالي يحسوا يشوفوا. أول خيط اللي نزل حكيم تيشيله طلب من بنتي، فوتني على الأوضة، عطلنا دكتور مجيد الشامي، فات بس ضرب إيده على الخيط صار كهرب إيده، قال لي ريني اتركوا هلأ بيطلعوا لحاله، تركوني صاروا يطلعوا الخيطان يجوا يشيلوا ابن جيراننا شيل الخيط. النهار اللي أنا شلت أول خيط بإيدي كان بعد أسبوع يعني تقريبا، نهار خميس مثل ما أتذكر، وكنا عم نصلي يعني وإز قاعد أنا أحد منا، يعني كان في قد ما كان في حشد من العالم، قاعد حد منا بطلع هيك بلاقي الخيط رح يقع، بد إيدي عليه هيك وبسحبه وبيطلع الخيط بين إيدي وبخليه وبسلمه لولاده. تقريبا كان صار شيء 4 سم، خفت ليقع ويضيع لأنه ما بعرف شو هالرهبة اللي كانت موجودة، يعني شيء أنه شيء طلع من قلب الجرح وما كنا نعرف شو هو يعني. وفي خيط بقي أسبوعين، بعد أسبوعين كمان هر لحاله، بقي طالع من الجرح كأنه كان خيط جواني مستعمل لتقطيب داخلي، كان طرفه طالع سيطلع لحاله شوي آخر شيء هر لحاله. كان مرق على نعمة الشفاء 15 يوم تقريبا، بيجي جوزي من السفر بيوصل بالليل ووجه الصبح كنا نمنا عند الماما، بتفوت أمي لعنا على الأوضة بتقعد حدنا على التخت وعم بتخبر جوزي عن كيف صارت نعمة الشفاء وعن الجرح وكيف طلع منه قطب خيطان، وهي عم تحكي بالقصة بيطلع جوزي هيك بالجرح برقبتها بيلاقي فيه مثل خيط أو شعرة طالع بكعب الجرح، بقول لها يا مرت عمي كأنه في شيء على كعب الجرح، بتقول له أمي جرب يا عمي شيله، حط إيدك وشيله، بيمسك وبيجيب بإيده وبيمسك الخيط راس الخيط هو لأنه صغير كأنه يعني خيط عقدة بآخر الجرح، بيمسك الخيط وبيشده بيحاول أنه يشيله، بيمغط الجلد وبلف الخيط وبيفوت لجوا، وهو بيقول اسم الصليب وبيشيل إيده. قلت له الماما هيها مثله مثل كل الخيطان اللي كانوا ما بيطلعوا إلا هو مثل ما ساعة يعني اللي هو بينزل لحاله الخيط. وبعدين لما أجت عقودة القعدة وحاملة بإيده وشفناه عروبة نازل، يعني هو كان آخر خيط تمسكه هي بتشيله هيك بتقول له الحمد لله لك عوجك طلع هيدا الخيط وهذا يعني بيكون لألكم. هلا وقت أخذته ضبيته لصارت سنة ورا سنة وقطعوا 27 سنة كان بعدني ضبطه بهيدي بالعلبة، بعد 27 سنة ولقى الخيط بعده هو ذاته ما تغير ولا شيء، وأنا مش حافظته بطريقة أنه بطريقة لازم ينحفظ فيها تيضاين 27 سنة. أكيد كله تدبير رباني، مش يمكن وأنا أكيد أنه هيدا شيء تدبير من عند ربنا، شيء أنه بهيدا الوقت بعد 27 سنة يرجع يتوضح، يعني لما بيكون في عملية ربانية ما بيقدر ما حدا على الأرض بيقدر يحلل ويشوف يعني أو يتأكد مزبوط، يمكن هيدا الخيط كان دليل لأنه آخر خيط من الجرح العملية. في حكمة مش مؤمنين بعمليتي، هيدي للحكمة الخيطان خليني أمنه أنه ربنا اختارك وبعتني تعمل لك العملية، هو دخل إجرائي ما قدرت الله بقى إجا عمل لي العملية. لأول مرة بينحمل هالجزء من الملف إلى المختبرات الطبية والعلمية ليكشف بدوره أسرار ورسائل موجهة للناس ولأهل الاختصاص. حصلت على 3 عينات مثل ما قلت، عينتين للقطب من برا وعينة للخيط اللي استعمل من الداخل، قطب جوانية بنسميها. طلع بهالثلاث خيطان بتحس كل واحد مخصصه بالثاني، يعني كشكل من برا كثير مختلفين عن بعضه. كان عندي الحشين العلمية عارف شو هو هالمادة يلي استعملها شرب المخلوف لعملية ست نهات. لما نعين الخيطان من برا بنشوف انه هني من نوع البوليفيلمنت، يعني يلي مش خيط واحد، انه يعني بالجراحة في نوعين اذا بدي خيطان، في الخيطان يلي بيكون مونوفيلمنت يلي بيكون شعيرة وحدة هي بتشكل الخيط، وفعلا البوليفيلمنت بيكون هي شعيرات صغار مجدولين ببعضهم بيعملوا هن الخيط.
فلما نطلع بالخيطان واضح جدا من النظر ومن الميكروسكوب من المجهر فحص المجهري انه هالخيطان هي نوع البوليفيلمنت، يعني في كذا مئات الشعيرات المشدوله فوق بعضها تتعمل الخيط. نحن اليوم كبوليفيلمنت خيطان بالجراحه في كثير انواع جبناها كلها، البوليفيلمنت النايلون، البوليجليكوليك اسيد، سلك، العينات الثلاثه الخيطان اللي شفتها مع انه من برا ما بتشبه بعضها بس على الميكروسكوب كلها سوا تتطابق مع نوع واحد من الخيطان. لما فحصنا الثلاث عينات الخيطان طلعوا نفس النوع، بالوقت ذاته قرناهم المختبر على الميكروسكوب للخيطان الثاني البوليفيلمنت اللي ممكن تستعمل ما كان بيشبه شيء، واستعملوا نشر بالخيط ذاته للقطب الجوانيه وللقطب البرانيه، مش انه نوعين بجرحنا عم نستعمل نوع هيك ونوع هيك، للجوا خيطان نوع معين وللبرا نوع خيطان معين. بالمختبرات الطبيه تم الكشف والتحاليل لما تبقى من هالخيطان لعمره 27 سنه. قبل بليله من الفحص كان فيها الصوت انه فحص مش بس خيطان جراحيه بنستعملها اليوم، فحص خيطان بتستعمل بالخياطه حتى. فوقت حصلنا على عينه خيط قطن وخيط كتان. على الميكروسكوب التطابق مذهل بين الخيطان الثلاثه اللي من اثار عمليه ستنوهاد وخيط الكتان. فمن يعني تاكدنا 100% انه الخيط اللي استعمله مار شربيل بعمليه ستنوهاد هو خيط من الكتان. طيب نحن اليوم بالجراحه ما بنستعمل كتان. يعني خيط الكتان كان يستعمل من زمان. لانه خيط ممتاز بالعقده تبعه بالمتانه، خيط ممتاز للجراحه، بس عنده مشكله وحيده خيط الكتان انه بيعمل رده فعل بالجلد. لسبب يعني بيعمل اريتيشن، الجلد بتحمر وبتطول، يعني بتطول لتصير جلده طبيعيه، بس غير هيك الخيط جراحيا ممتاز. ثلاثتهم كل خيطان اللي فحصناها اللي انعمل فيها عمليه ستنوهاد كلهم سوا بيشبهوا بعضهم 100% من جوا 100% كتان، وكلهم سوا عليهم اثار دم وبكثره، يعني كل شوي بتعنوا انت الدم انت الدم الدم دم ستنوهاد مجمد بذرات صغيره بعضه على الكتان. اول وهله انا بشوف الخيطان ستنوهاد حسيت حالي عم بفحص كفن المسيح او معاينه الانسجه النسيج الكتان تبع كفن المسيح على الميكروسكوب، بشوف الخيطان تبع ستنوهاد العمليه تبعها بحس حالي عم شوف نفس الشيء، لانه هون كتان وهون كتان وهون فيني قدام وهون فيني هون فيني قدام، يعني حسيت حالي لوهله حسيت حالي عم بطلع على الميكروسكوب على كتان المسيح. كيف عرفنا كتان؟ انه بيشبهوا بعضهم نفس السماكة الالياف كلها سوا مثل ما نشوف على الميكروسكوب، قرناها مع خيط كتان نفس الشيء نفس التركيبه نفس الجدلي نفس الشيء نفس سماكة الكتان نفس الترانسبيرنسي ترانسلومينيسنس نفس الشيء اكزاكتلي كوبي بيست لهذا، وما بيشبه شيء ثاني ما بيشبه شيء ثاني معه. 0.05 مليمتر سماكة الميكروفيلمنت او الالياف، وهي ارفع بكثير من كل الالياف من كل الياف الخيطان البوليفيلمنت المستعمله بالجراحه اليوم. الياف الكتان هي الياف كثير رفيعه، حتى ارفع بكثير من الالياف تبع النايلون او السلك او الحرير اللي يستعمل بالجراحه اليوم. الفورس تنسيل يعني القوه اللي بتتحملها اللي بيتحمله الخيط، الكتان يعتبر من الخيطان اللي بتتحمل كثير شد لانه الالياف تبعها كثير رفيعه ومتينه. اذا بنفحص خيط كتان والخيطان تبع ستنوهاد نفس الشيء بس هذا ما عليه دم وهذا عليه اثار دم. في اثار دم مثل هون بنشوف نقطه دم على الخيط. سالت حالي انه ليه ما شايف يستعمل كتان؟ لا ليه ما شايف يستعمل كتان؟ يعني انه ما كان في يستعمل خيطان ثاني يمكن متطورة أكثر بين مزدوجين علميا ما بتعمل ردة فعل، بس ملاحظ انه هو مع انه استعمل لك التين اللي هو خيط بيعمل كثير ردة فعل للجلدة، جلدتها بتعقد سوفت يعني ما في اي ردة فعل. سألت حالي السؤال لو انا طلع معي بالمختبر على معاينة الميكروسكوب للخيطان الستنوهاد لو طلع معي خيط يستعمل بالجراحة اليوم كانوا مشككين رح يقولوا اها في حدا عمل له عملية والبرهان في خيطان تستعمل اليوم بالجراحة استعملها مار شلبي. يعني لو مار شلبي استعمل بوليجليكوليك أسيد أو خيطان نايلون أو سلك أو شو ما كان
اني خيطان تستعمل اليوم بالجراحه بولي فيلمنت، كان رح يتطلع بهالمعلومه يقول اوكي انا لكن شو باكد لما يكون جراح او هي عملت عدد عمليه عن جراح واستعملها خيطان، لانه خيطان مستعمله تستعمل اليوم بالطب. بقدره الله اخذوا الطب وبقدره الله عم يحكموا، مش بقدرتهم هن. الي هلا 27 سنه ما ولا مره عذر لا مره ضيقت من جرحي ابدا ابدا. إذا واحد بيعمل عملية جراحة نظيفة أوكي وما بيعطي أنتيبيوتيك، أنا ريسك 2-3% إنه يلتهب الجرح، يعني من أصل 100 جرح في 3 بدون يلتهبوا، هيدا عم نحكي نحن عمل جراحي مع بيتادين مع معقم مع كل هالأمور، ست متقدمة بالعمر، جرحها بيفتح 325 مرة ولا مرة التهب، ولا مرة لقى الجرثومة، مع إنه الناس بيجوا بالكينكس مشوية بيمسحوا وبياخذوا و ما بيحطوا شاش معقم، حدا بيجي بحط بالتقدين وبيلزق ولا شيء ولا شيء، ما في اي عنايه طبيه بجرح ولا مره التهب، والجلد الطبيعي يعني كله على بعضه قصه غريبه عجيبه ما عندها اي تفسير طبي ولا في شيء اي بالمنطق بمعرفه البشريه لتاريخ اليوم بتفسر او قادره توصف او تعطي اي تفسير علمي منطقي للشيء اللي عم بيصير، وهيدي علامه دامغه انه في تدخل فوق الطبيعة من خلال شربي المخلوف. من سنين صارت 27 سنة وبعده بالشهر كل 22 حامل هالعلامة وطايف فيها مثل هالحمامة اللي حملت غصن الزيتون ببشر بقدرة الله وسلامه بين البشر. دايما الواحد يصلي بيده وعوجه وينتكل على الله يا ماما، الله ما بيترك حدا. ايه معنا معلوم معنا حبيبي. لو مش معنا معلم الجرح هلا معنا كل دقيقة مرشار بالحبيبتي. انه هاد ربنا اكيد ما خزلنا ولا مره بكل 22 بيفتح لجرحة، هيدا بدل انه عن جد الله موجود ومرشار بالحاضر. هالبسيط مرشار اللي ما كان حدا سامع فيه، اللي ما كان حدا، كانوا الهابين يضحكوا عليه، كانوا العلمانيه يضحكوا عليه، حتى بعد ما مات ضحكوا عليه كمان، انه هيدا كان عايش بالخفاء بقلبه، بينوا الله قديش كان حبته كبيره. شاب المخلوف بقى كفره من ضيعه صغيره باخر الجبل، فلاح منسي بحياته واخلى ذاته حبا بالمسيح، هالاستسلام الكلي للمسيح خلى اليوم من شربل هالشخص هيدا بهالباك جراوند يكون اعظم جراح أعظم طبيب. وبينوا وكبروا، ما كان حدا يعمل له حساب ولا كان حدا مفكر فيه مرشار بالأبدا بحياته. مثل ما كتار منا بسطة نحن مدعسون أحيان بإجرينا لأنه ما عندهم مقامات اجتماعية، بس ربنا بقلبهم وحبهم كبير، ربنا اللي بيكبرهم وربنا اللي بيعظمهم. مثل ما قالت العذراء تعظم نفسي الرب، لأنه كانت متواضعة ما حدا سمع فيها والرب عظمها. بمناسبات معينة بيكون عندها حالات معينة بقلب البيت بيفتح الجرح تيأكد للعالم، يعني يمكن في عالم ما كانت تصدق أنه هاي الأعجوبة موجودة ومزبوطة. كان مرشار بقوته يفتح لها الجرح يقول له للعالم اللي كانوا موجودين عندها أنه شوفوا هالجرح أو تأكدوا أنه أنا علامة حية على الأرض بخلال هالإنسانة. هو أنه ليش الله اختار نهاد؟ هلأ الاختيار أنا بالنسبة لألي بقول الله بيحبنا كلنا، نحن كلنا أولاده، ما في تمييز بيناتنا. بس أنا إذا مثلا عندي 8 أولاد ما فين ودي 8 أولاد يروح يجيبوا لي غراض من الدكان أو يروحوا لغا مطرح تاني، بختار حدا منهم لحتى بعتبر إنه هذا أفضل أو هو بين إيدي أو هذا أفضل من غيره يعمل لي هالمشروع هيدا. وهيك نهاد بعتقد لأنه هي عندها قاعدة إيمانية، بتصلي دايما الوردية، بتصوم، بتحب خدومة، بتحب الناس، يعني هالاشياء هيدي اعتبر انه مرشار بيقدر توصل رسالته بطريقه اضبط وافضل. مرشار ما كان فيه شفية بلا ما يعمل عمل طبي، بلا ما يكون لابس ثوب الطبيب، بلا ما يعمل، مرشار ترك علامه. يعني مرشار مش بس قصه شفاء عاديه انه هالشامه، يعني مرشار كثير شفى ناس، كثير شفى ناس. بس ليش ترك علامه مع ست نهاد؟ يعني ست نهاد واضحة جدا انه هي رسالة تفوق قصة الشفاء، يعني ما انا قصة شخصية بين مرشار بين ست نهاد والله، لا في 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 شيء يتخطى هالمثلث هيدا. هو السلام لاسمه مرشار بده يعطي قوة للشعب تيأمن في الله،
هي قبل الكل، وصارت الظاهرة عن نهاد الشامي. سمعين ونهاد ما مرة حكيوا شي برا الدين المسيحي، ما في شعوزة، في صفاء بالتفكير، في نية سليمة. مش نحنا القديس شربل، القديس شربل هو يلي عمل معنا هالأعجوبة وهالظاهرة. نحنا ماشي على الأرض. يعني عندك ناس بيصير معهم أعجوبة بيصيروا بدون يقلعوا حيالهم، هني بقيوا بالبساطة. مشان هيك هالظاهرة هي ظاهرة روحية، التاريخ ما بيمحيها، والتاريخ بدو يتعلق فيها بعد عمر طويل. كلنا زيلين بعد عمر طويل بدهم يتعلقوا بهالظاهرة، وتضل هي وسيلة بإيد الكنيسة حتى ترد الناس بسر الاعتراف. بس يوم 22 أنا اختبرت أنه تقريباً النص يلي بيعترفوا عندي يوم 22 كانوا يبكوا، بالأخص الشباب والصبايا. هيدي الظاهرة مهمة كتير، هيدي أعادة الروحانية، أعادة الحياة للأسرار، سر الإربان المقدس. ما كناش نطلع، ما كانش عنا هل كنا كنيستنا حد البيت بقلب الضيعة، نروح نصلي بالكنيسة حد البيت، يعني حد الضيعة بهون. بس صارت هالظاهرة يعني ربنا بارك الشعب، قبلوا وطلعوا وراحوا. بتشوف 22 شهر ايش بيصير فيه؟ كل 22 شهر كل اللي تابعوا هالظاهرة مرشار بالهوم يكفيهم، وانا بصلي لهم طال الله يزيدهم ايمان وبركة يا رب. ختيار عناية عهدتلي كنتي إلو صوت الصلاة تعلي، ومن كبر إيمانك الما بيشيخ شفيتي تنعمي للسما تضلي. الجرح انفتح من دون شق وصيخ، وصرنا تيبقى الذكر متجلي. نطلع عنايا بهالتاريخ، نمشي وراكي زحف ونصلي. لازم يؤمنوا بطبيب السماء قبل ما يبلشوا على الأرض. ما حصل اليوم مع نهاد الشامي هي أعجوبة فائقة الطبيعة والمنطق الطبي والنهج العلمي. وإن كانت هالأمور لا تتوافق مع العلم، فأمام العلم والطب بحر من التساؤلات والتجارب والتحاليل المخبرية ليكشف ما هو مشترك بين قدرة الله والمواهب يلي أعطيت للإنسان كتياب النوم محتفظ فيها، يلي ممكن تكون مادة أساسية تكشف العديد من الألغاز والأسرار حول هالأعجوبة. سميها علامة دائمة، علامة وجود الله الدائمة أو علامة حضور الله الدائمة، إنه علامة بتدل إنه شيء شغلي منه طبيعي، عم بيصير منه طبيعي، ما بيتفسر، فوق المنطق وفوق العقل وفوق الطب. بالإضافة هالأشياء عم بيرافقها شفاءات كتيرة، شفاءات وتوبة كتيرة. ما بيمحيها التاريخ، هذه مش معمولة تتنمحى بعد 100 و200 و300 سنة. كل سنة بتحسي أقوى من سنة. يعني كأطول كأني جديدة، كأني جديدة بالظاهرة، عم تتجدد الظاهرة عطول. نهاد الشامي كل عبادة ظاهرة غريبة عجيبة، يعني من المعجزات الكبار لربنا على إيد مرشبي. هيدي ظاهرة دخلت بتاريخ الكنيسة المارونية ولبنان، وبقدر قلك دخلت بتاريخ كل الدول، لأنه في كتير مؤمنين معهم خبر الأعجوبة وهالمسيرة. بهالعصر اللي نحن عم نعيشه كان بدنا كتير انه تشوف هيك أعجوبة مثل أعجوبة نهاد الشامي، يلي هي بعدها بعطاء دايم، ويلي هي ردت كتير من الناس يلي كانت منا كانت مؤمنة صارت مؤمنة. بدعي كل الناس يعيشوا اختبار الحب يلي عيشوا مار شربل وعيشته نهاد عبر الصلاة. الصلاة بتوصلنا للحب، ومنصير ولاد الله لأنه الله دعانا تنكون ولاد الله ونكون قديسين، وكلنا مدعوين تنكون قديسين. بما أنه كل نهاية مش خاتمة بل بداية، إن شاء الله البداية الجاية تكون أسرار جديدة بتعكس قدرة الله وحضور الله لما له نهاية. أنه ربنا موجود، كل حكيم بيكون بإيده ربنا موجود، بقدرة الله بيعملوا العمليات، بقدرة الله بيشفوا المرضى، بقدرة الله مش بقدرتهم. مار شربل هالهمسة
الإلهية بالمجالس العلمية، هالهمسة الإلهية بتفكير كل شخص عم بيستعمل المعرفة تيعرف سر وجوده شو هو. في ناس ما قدروا يقولوا وصلوا لسنداج، يمكن أنه ما في، يمكن قالوا أنه يمكن عن جد ما في الله. هو ناس عن جد بحثوا وكدوا وحسوا أنه ما في برهان قدامه أنه في إلوها. مرشابل هو هالصوت الهامس لشخص، لكل شخص عم بيستعمل فكره وعقله تيوصل للحقيقة بصدق أنه في الله. احكي مع أمي كثير صعبة. بدي أطلب من ربي بعد 27 سنة نعمة على الماما، نعمة كتير كبيرة عطتنا إياها وعطتها للعالم كله ولأجيال أجيال ولادنا باقي. بطلب منه يعطيها الصحة يمكن ويطول لي بعمرها، لأنه هي بركة بيناتنا ونعمة كتير كبيرة. أنا بحس الماما نعمة مستمرة للأبد. واليوم يا شرب الابن مخلوف، يا حارس بلادي بطول وعرض، كل ما بزياحك سوا منطوف، ما في حدا منا بينسى فرض. واليوم يا شرب الابن مخلوف، يا حارس بلادي بطول وعرض، كل ما بزياحك سوا منطوف، ما في حدا منا بينسى فرض. ما تركت جرح على الشفا ملهوف، أرض وسما فارض وجودك فرض، ضلك طبيب اللي بالسما معروف، تضلك مكعي أطب الأرض.